قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي لها رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و 14.25% و 13.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%. وأكد البنك المركزي أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.